انا حابب ان انا اترك الكلمه النهارده لممثلي القطاع الخاص والغرف، هم اللي يكلمونا عن التوجه. واسمحوا لي ابدا باستاذ احمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجاريه. شكرا دولة رئيس. الحقيقة أنا بتقدم بالشكر نيابة عن 5,500,000 من منتسبي الغرف التجارية والاتحادية العام من تجار وصناع ومعدي الخدمات للحكومة على رأسها دولة الدكتور مصطفى مدبولي والسادة الوزراء المعنيين وأستاذ أعضاء اللجنة. الحقيقة على الفترة العصيبة اللي كنا بنمر بيها جميعا خلال المرحلة السابقة، وكانت نتيجة لبعض المشاكل في السياسات النقدية، في عدم توافر العملات الأجنبية، وطبعا لازم أذكر البنك المركزي الحقيقة على الجهد اللي تقدم به. والنهارده في استقرار في السياسه النقديه ادت بالتالي الى ان الجنيه المصري ارتفع، بالتالي وكان هناك من العملات من الوفره اللي سمحت ان اليات السوق ترجع تاني ويبتدي العرض يفوق حجم الطلب في السوق. وزي ما قال دولة رئيس الوزراء الحقيقة إن الغرف الاتحاد العام للغرف التجارية رصد فيما يقرب في المتوسط نزول في الأسعار السلع بشكل عام في حدود 25% حتى يوم أمس. بالتالي إن شاء الله خلال المرحلة الجاية مع استقرار السياسة النقدية وتناغمها إن شاء الله مع سياسات المالية الحكومة، هنشهد بإذن الله مزيد من الاستقرار، وهنشهد أيضا مزيد من خلق فرص عمل عن طريق زيادة الاستثمارات، سواء كانت من المصريين اللي موجودين الحقيقة، وإن مصر الحقيقة نقطة يعني دولة جاذبة لجميع الاستثمارات في المرحلة القادمة. مرة تانية أنا بشكر طبعا دولة رئيس فخامة الرئيس لتوجهاته ورعايته لنا جميعا، وأشكر دولة رئيس الوزراء على الجهد وأصحاب المعالي الوزراء والجهات المعنية كلها اللي في اللجنة اللي الحقيقة استعملتنا خلال المرحلة السابقة، وكانت بتوفر بتحاول بقدر الإمكان إنها تخلق زيادة عرض وتقضي على العوائق اللي كانت بتعيق العرض في أثناء الأزمة اللي كنا عايشين. طيب أستاذ أحمد، حضرتك أكدت لنا في الاجتماع إن لسه الفترة الجاية هتشهد مزيد من الانخفاضات لغاية لما نصل إلى الأرقام المرجوة اللي احنا كنا كلنا بنتكلم فيها، لأن دي بتبقى دورة وإن شاء الله هتبدأ تظهر في خلال الأيام القليلة القادمة بإذن الله.